بسم الله الفتاح العليم والصلاة والسلام على رسوله الكريم السلام عليكم فراشاتي وش حوالكم وش راكم ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة يا رب انهار جديد وفيديو جديد ان شاء الله يلقاكم في احسن الاحوال نرحب بكم دائما في قناتكم المتواضعة ونرحب بجدد اللي القناة للقناة نقول نورتونا وشرفتونا ومرحبا بكم وبلا ما ننسى نشكر مشتركين الاوفياء داخل وخارج الوطن ونشكر ايضا دون الخفاء على الدعم المتواصل تاعكم يعطيكم الصحه وبارك الله فيكم حبيبات قلبي راكم كامل عطله ياك الدراري ما يقراو <applause> كل عطله تعرفوني بلي نروح لدارنا شويه في داري وشويه في دارنا هكذا انا كنروح نروح لداري ما نروحش باش نقعد ولا نرقد كما تعرفوني خدكم هنا كل نحلة اي تعرفوا بلي الفراشه فنيانه فراشه من الزهره الزهره بصح النحله لان نهار كامل وهي تخدم عليها في التعليقات نلقى يقولوا لي نحله ماشي فراشه <applause> المهم البنات راني عندي يما راح تديت غير انيس برك كما كنت تشوفوا البنات نط الصباح خرجت الفراش يتشمس الله الله للمخايد المخايد وكما كنت تشوفوا درنا الزيتون هذا باش في الشمس باه يوجد نصنعو زيت وطلعنا للجبل يما البنات الام تاعي ولا الجيران كل صباح ينوضوا يكنسوا الحومه يعني الحومه تاعنا تشعل الشعيل المهم نسات تاع الحومه يعطيهم الصحه وبارك الله فيهم يعني كدراري كي مني الام تاعي خاصه صباح لله لازم تفوت هذاك البالي والبالا والجوز يعني هكا تكنس وكامل تنقي الحومه باش تروح تخدم ايا اليوم البنات طلعنا للجبل فر خرجت الفراش وكامل اطلعنا بكري ختكم هنا ناضت على الستة ونص والأم تاعي طبعا ناضت قبلي باش نطلعوا الجبل في يعني كي راهي الحالة صحية باش نغرسوا هكا شوية يزيدون نغرسوا شوية فول وشوية ثومة بصل فول جلبانة هكذا نوجدوا للعولة تاع الربيع والصيف تاني هنا البنات كما تعرفوني خاصة اللي موالفين يتبعوا الروتينات تاعي بالكم بلي كي نروح للجبل ضروري نديروا القهوة هو في الحطب يا ما شحال بنينه قولوا لي يا يا اسماء دائما تجي باش تغزلينا وتشهينا آه كاي حسره كاين بزاف اللي ما يعرفوش ولا اللي ما ذاقوش هو البنينه اللي هكايا على النار وعلى لحطب تاع الغابه وفيها ريحه الرماد الله الله ودينا الخبز لقينا نسى الفحلات الشطرة الله يبارك عليهم طيبوا الخبز وخرجوه صباح لله يبيعو فيه في الحوانت سخون الله الله اديناه وزدنا سخناها على باش يدي شويه ريحه الحطب وكلينا به زيت الزيتون راكو آه تشوفوا البنات الكاس اللي شريته البارح اللي مازال ما, ما شافتش الروتين تاع البارح <applause> طبعا هذا الكاس كنت شريته مع واحد الكاس سانيتي كا كبيره عليه قلت لكم راح نديه معايا في صاكي باش نديه للجبال باه كي نشرب هذيك القهوه باه نستبنها ما نحبش نشرب في هذوك لي كوبلي تاع الجوطاب نحب نشرب هكا في كويس الله الله شوفوا يا البنات بصحتكم المهم حبيبتي انا نروح نخدم كما كتشوفوا رانا نغرسوا في البصل يعني خدمه خدمه اكيد ما كاش حاجه تجي بالسهل كل حاجه تجي بالتعب المهم حنا التعب هذا كي خدمة كامل نحسوا بالارتياح نفرحوا بالعكس نهار نوليو هكا نحيو الجلبانه والفول نحسوا بواحد الفرحه كبيره بالبزاف خاطر واش كيما نقولوا نخدموا نتعبوا ومن بعد نالوا هذاك التعب يعني نلقاو النتيجه في الاخير ما شاء الله المهم هنا البنات ما حاجه كبيره دينا غير شويه ديك كويستا نجال شويه باذنجان شويه حار ماشي نهارات تاع خدمه تاع ماكله يعني نهارات اللي روحوا نطيبوا مثلا ماكله هكا روحوا سبيسيال تاع ماكله نديو كامل دراري وكامل, وكامل بصح هنا رانا رايحين نخدمو يعني حاجة خفيفة اللي ما تشدش هكا اليد في ولا المهم الفلفلة بنينه على الحطب روعة ما شاء الله هذو هما البنات هذه هي حالة الفلاحين أنا نسمي روحي فلاحة تربيت <applause> وكبرت في أجواء تاع الفلاحة يا حسرة شكون نديرو بكري يا حسرة ربي يرحم جدي وجداتي اللي خلوني نعيش أج أجمل أيام حياتي في الريف واش أجمل أيام حياتي ويا ريتني ويا ريتني نعاود نولي نسكن في الجبل ما نكذبش عليكم أنا قاعدة نواسي ونحرق في روحي مديناش معنا صوالح وكامل كنت عارفوا المهم آه المهم حاجة خفيفة والحمد لله المهم واحد يأكل ويشبع وهذا أختكم هنا تموت على الحار نموت عليه الحار نحب نحبو بصح صراحه هذه ما لا حار لا والو ما فيهاش كامل الحرية كي شراكو تاكلو في الترشي المهم يا البنات عرفوا ختكم هنايا تحب تخرجكم منين داك كتنحيو شويه ضيق الخاطر خاصه اللي ما يخرجوش بزاف هكا معليش شوفوا معايا شوفوا اختكم هنا راهي تغسل تغرس في البصل كاينه واحد المشتركه هذيك المره قالت لي كنا نغرسوا في الفول قالت لي لازم تشمخيهم ايه البنات احنا موالفين الفول نشمخوهم بصح دوكا الشتا طاحت بزاف يعني الارض مشمخه هذيك المره متخشخه ومن الغد منك زادت طاحت عليهم الشتا عليها ما شمخناهمش بصح نهار اللي تشمخو نهار اللي تكون الارض نشفة بزاف نخلوهم يباتوا ليله في الماء باش بالخف ينبتوا فهمتوني هكذا نغرسوا البصل يا البنات وكاين طريقه دوخة تاني بلحطب المهم اه نفرح انا كي نخدم صراحه نفرح البنات إذا وصلتوا لهنايا داكم تسمعوا فيا الدعم الفيديو بجام الدعم الفيديو جام وخليو الفيديوهات تاعي يطلعوا فضلا وليس امرا كثروا لي التعليقات تبارتاجي. والبنات واللي تقدر تبارطاجي بارطاجيو البنات واللي مازال ما شافتش الفيديو اللي الفيديوهات السابقه شوفوا الفيديو وديروا لهم جام ويعطيكم الصحه على بالي بزاف راهم يقولوا لي اسما شفنا فيديوهاتك كامل ودرنا عليهم جام هادو نوجه لهم كبيره ونقول لكم يعطيكم الصحه وبارك الله فيكم ان شاء الله تلقاو الخير في حياتكم يا ربي المهم هنا تبغي الخدمة نحب نفلاح نموت على الفلاحة ويا نتمنى نتمنى هكذا نكسب في الجبل دار المهم نحلم علاش لا لا الواحد يتمنى خير ما يستنى هكذا وندير جنان كبير تاعي يا. ماشي تاع اللي نسالو فيه تاع الوراثة ولا يعني اللي يا رزقي انا ندير القنين وندير الجاج وكلش كلش كلش كنظل المهم انا نظل نخدم كاين بزاف يقولوا لي يعني ماشي غير الخدمة الخدمة لا لا انا نمت لنفسي راحة كاين عيان نرتاح من انت كم ما في الليل كي نحس بالتعب النرقه ديالو كان نجيب 24 ساعه وانا راقده انا الجسم تاعي مدلو الراحه اللازمه ماشي غير الشغل وما ننسى صحتي على خاطر الصحه هي عدوتنا حنايا بصح كل حاجه بتوازن وهنا يا انيس انا نريح شويه هو يصور لي شويه وانا نصور فيه شي قال قالكم قولوا لي واش رايكم فلاح الصغير ولا لا لا تامنوا انيس يموت على الجبل يموت على هذه ها الخدمه ملي كان صغير وانا نديه هكذا يعني نعلمو وديتو هكا كان يبني في السنديه باش يشد الزواوش الزنع والتحموم واذا وتعرفوهم تعرفوهم باش يشويهم ساعه ما حتى حاجه عيا <applause> يلم في في الدود هكا ويروح يبني في السنديات ساعه ما وهذه الام تاعي في من الصغار يا حسره الام تاعي تخدم خدمه الرجال الله يبارك عليها ويعطيها الصحه وربي يطول في عمرها ان شاء الله هذا واش عندي البنات هذه هي الدوده اللي يصيدوا بها الزواوش <applause> الدوده الجميله <applause> يما قالت لي ما توري لهمش الدوده تي ثاني توري لهم الدوده <applause> قلت لها ودي خليهم يتعلموا خليهم يشوفوا هذه كيس هذه اللي يصيدوا بها الزواوش <applause> يديروها في التراب يلموها مهم البنات ما تنساوش تدعموا خدكم بجامه على بالي بلي تنساو هذاك الجام ما تنساوهش البنات فضلا وليس امرا هنايا أه غرسنا البصله هنا ثاني كنغرسوا شويه ثوم غرسنا هذيك المره لي... بالنسبه لي تبعوا الروتينات تاعي غرسنا الفول راه بدا يخرج غرسنا البصل ثاني وثوم ودوكا رانا نزيدوا يا البنات هذا العام عام تاع الخير ان شاء الله وكي يكون هكذا الخير كل واحد يغرس وي ويديرو هكذا يعني الخضره في الاس تولي رخيصه بزاف فهمتوا يعني القدره الشرائيه تولي لكل مواطن يعني ان شاء الله هذا العام العام تاع خير البيار تعمروا الارض متخخخه بالماء هاك الجبال يسيلوا بالماء يعني ان شاء الله من رمضان يعني يكون خير تاع ربي يعني كل شيء بالرخص الا اذا حبوهما يغلو على خاطر الناس كامل غرست هذا المره غرسنا شويه تاع الثومه دوك راح نزيدو نغرسو الفول غرسنا كميه هذيك المره راح نزيدو نغرسو تاني البنات هاي الليك الفول ما شمخناهمش على خاطر الارض آه، راهي مشمخه وزيد ايضا بلاصه تاع ميديتي وثاني راح نزيد تطيح الشطه ما هاد ليامات ما لا ما هنا يا هنايا هاد العين هذا نشربو منها شوفو ما طبيعي انقي الله الله شوفو كي المرايا سبحان الله برد أجلس خرجنا أنا وأنيس نحوسوا على الشامبينيو وما لقيناش والله يعني أنا شقيت على جالهم توحشتهم بزاف بزاف والله ما لقيتهم هذا المرة المهم هذا واش لقيت لقيت هذا هذا يتكل البنات شوفوا لداخل كيتقلبوه تقلبوه تلقاوه بهذا اللون شوفوا كيفاش داير بني ولا كاين ثاني باللون الاسود المهم مش عارفه اسكو ما كاش ما كاش ولا كاين وزيد بزياده الناس دوكا ولا يعني ينحيوهم شوفوا البنات هذه هي الورده يعني العشبه اللي قلت الوردة شوفوا كيفاش دايرة كانت مغلوقة من بعد تفتح باش تطيح الزريعة تاعها هذه ديروا بها الروينة اللي وهذه العشبة تاع السكر أباكم لي يشربها السكر يولي معتدل تماما أنا كنحس روحي فشلانه نشربها يعني, يعني أنا هذه نشربها ما تخطينيش من الدار وحتى الأم تاعي بزاف ناس يعرفها والروينة تاعها تتكلم مع الكرموس مع الكرموس الخضري وتتبعها هكا كوبلي بربعين خمسين ألف قبلي صغيرة تاع قهوه المهم هذا واش لقينا لي شامبينيون البنات هادو ما همش ما يتكلوش يا البنات نحيتهم وريتهم للام تاعي قالت لي لا لا دايرين هنا عندنا ثلاث انواع تاع لي شامبينيون نعرفوهم كاين بزاف قالوا لي هكا حطيت لكم فيديو العام اللي فات وريت لكم واش هما الانواع هيا شوفوا البنات نصيحه اللي ما يعرفش هاد الصوالح ولا اللي ما عندوش انسان كبير يعرفهم ما كان لا تروحوا تاكلوهم ولا تنحوهم كاين واحد النوعيه كحله تقدروا تلقاوها بصح كيما هذا الانواع كاين منهم السامه يعني ما لازمش تروحوا حاجه هذه سامه هذو كامل سامين رميتهم انا نعرف ثلاث انواع كاين ابيض وكاين واحد بالاحمر وفي هكا دي بالموف والخضر وكاين الكحل ما لقيتش منهم البنات بصح المره الجايه ان شاء الله نحوس عليهم ونصورهم لكم هذو شوف لقيتهم فرحت من بعد لا سامين المهم الواحد اللي ما يعرفش هاد السوالح ما كان يخلط فيهم راهم يتباعوا في الاسواق حنا في شرجال يتباعوا وكاين حتى في سيدي غيلات في المارشي الكبير في بصح تلقاوهم غاليين العام اللي فات واقيلا داروا 80000 ولا 100000 ولا 120 للكيلو المهم تعبهم يستاهلوا خاطر يجيبوهم من اعالي الجبال وطيحات والشوك المهم يا يعني البنات هذا الساسنو ودرت عليه معجون هذيك المره كاين في القناه الثانيه البنات المعجون تاع الساسنو قناه القناة الثانية يسموها مطبخ الفراشة فيها نفس الفراشة الوردية حوسوا عليها تلقوها تخرج لكم في محرك البحث في اليوتيوب المعجون تاع راهو فما وصفة كاملة بالتفصيل المهم البنات وصلنا لنهاية الفيديو اللي احنا كملنا خدمتنا التعب والبرد وبعد سخانة المهم وصلت للدار مباشرة والله قبل ما نحي ولا درت لكم المونتاج باش نصل الفيديو في الوقت المهمة يعني حسوا بيا شويه ديروا للفيديو حسوا بالتعب بتاعي وكامل وان شاء الله يا ربي تستفادوا وتنحيوا شويه قط الخاطر لهنا البنات في حجره النص يجوا بزاف عائلات في هذه البلاصه غابو كامل يحوسوا وينحيوا شويه قط الخاطر وان شاء الله يكون عجبكم فيديو تاع نهار اليوم ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحتكم كامل وشكرا لكم على الدعم المتواصل وان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر مع روتين